الفيسبوك في مصر، الفيسبوك في مصر هو مرض العصر، اشاعات وفتنة وقلق وشتيمة ملهاش حظ، اشاعات وفتنة وقلق وشتيمة ملهاش حظ، شتيمة ملهاش حظ. الفيسبوك في مصر بقى اخر لخبطة، الفوضى ملهاش حظ وعك ومرمطة، وفوضى ملهاش حظ وعك ومرمطة، وعك ومرمطة. صفحات إثارة وفتن وإهانة وتجريع، وبقينا عاملين وسيلة للرغي والتلقيع، وبقينا عاملين وسيلة للرغي والتلقيع، للرغي والتلقيع. في ناس عالشر بيتنافسوا واختلت المفاهيم، بقى كله شايف نفسه خلاص ملك وزعيم، بقى كله شايف نفسه خلاص ملك وزعيم، خلاص ملك وزعيم. جميع صفحات تواصل ده حاجة ليها العجب، صفحات نميمة وشتيمة وآخر قلة أدب، صفحات نميمة وشتيمة وآخر قلة أدب، وآخر قلة أدب. فأي حاجة بنفتي وأي حاجة داخلين، تاريخ وعلوم وفن، كرة وسياسة ودين، تاريخ وعلوم وفن، كرة وسياسة ودين، كرة وسياسة ودين. الفيسبوك في مصر بقت فضايحه كتير، مفيش أدب ولا خشب ولا احترام لكبير، مفيش أدب ولا خشب ولا احترام لكبير، ولا احترام لكبير. ألفاظ مليانة بذاءة وشباب وبنات بتعب، وساعات توصل لخناقة وشتيمة وراها بلوب، وساعات توصل لخناقة وشتيمة آخرها بلوب، وشتيمة آخرها بلوب. في ناس مش حاطة صورة ولا اسم ولا عنوان، عشان تعمل إثارة وقلق من غير ما تبان، عشان تعمل إثارة وقلق من غير ما تبان، وقلق من غير ما تبان. تلاقي طلب صداقة ويقول لك معجب بيك، لو اختلفت معاه يقعد ويشتم فيك، لو اختلفت معاه يقعد ويشتم فيه، يقعد ويشتم فيه. ده الفيسبوك أصبح زي السكر والشاي، وبقاله ميزانية لوحده للشحن والواي فاي، وبقاله ميزانية لوحده للشحن والواي فاي، الشحن والواي فاي. ده فرقة مش تواصل ومعادش مصدر غير، دي كانت ساعة سودا ساعة معرفنا الفيس، دي كانت ساعة سودا ساعة معرفنا الفيس، ساعة معرفنا الفيس. بس خلاص. اسلام خليل كلمات، وشعبان عبد الرحيم يغني ضد الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وبيجمع كل الاتهامات الموجهة إلى مواقع التواصل، الاتهامات المثارة دائما، وبيضعها في الأغنية اللي استمعنا، حملات شتايم وإهانات، بالإضافة إلى تهديد الأمن القومي. التكنولوجيا هي التكنولوجيا طبعا، هتستفيد من منافعها ومكاسبها، ولكن كمان تستخدم في الأذى يعني، لكن لا يمكن أبدا والمجتمع بيتطور أنك تخاصم التكنولوجيا أو عايز تلغيها يعني، لكن ده بسبب المهازل اللي بتحصل طبعا وإساءة استخدام التكنولوجيا بهذا الشكل. فهتلاقي
اللي موجود داخل صدور الناس بيترجموا إسلام خليل وشعبان عبد الرحيم في هذه الأغنية.